السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، عواشر مبروكه، تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والهنا والتيسير، واهم حاجه هي الصحه. ان شاء الله تكونوا كاملين بصحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو خاص بيجامات وقندورات ديال العيد. بزاف الاخوات كيطلبونا على القنادر والبيجامات اللي غادي يكونوا ان شاء الله هذا العيد، اللي دوزوا بهم هذا العيد. كاين قنادر ديال الخيط غروند فورما، يعني غرون لي غرون تاي، وكاين حتى البيجامات دو بياس يعني الفوق والتحت، وكاينين دوك الكولونات والبودي ديالهم، وحتى يعني هذه كيفاش كنقولوا، لا ماشي كولون اللي طويل، اللي غير عند الركبه مع مع البودي ديالو، حتى هو كيجيو تحت الجلالب تحت القفاطن، كيجيو ايضا تحت القنادر. يلا ما نطولش عليكم، نبدا لكم اولا بالقنادر. كاين هذا الموديل، هذا شفتوا البنات طويل، هادو كاملين البنات توب ديال ما بين الخيط والكريب، يعني كيكونوا باردين وما كيشربوش. شوفوا راه طوالين، هادي فقط لا تاي اكس ال. اللي بغات شي حاجه البنات سكريني وتصيفط لينا للرقم اللي كيظهر في الشاشه، وحنا طبعا راه غادي نجاوبو لكم واخا كنتعطلوا شويه، وغادي نجمعوا لكم لا كوموند ديالكم ونصيفطوها لكم ان شاء الله بحول الله. واللي بغات تجي لابوتيك مرحبا بها. حنا كنتواجدوا في مدينه مارتين شارع ميرامار، قرابين على بنك افريقيا، محل اليغانسي. صافي كاين فيها هذا اللون، هذا كتجي هكا الكول داير اوبس ضيفات، شي حاجه اللي زوينه والثوب ديالها زوين بالكميمات. غير صبروا على هذا الازعاج ديال الشارع، راكم عارفين وما كنقدروش نسمعوا، لاني كنجي في الوقيته اللي ما نقدرش نسد فيها المحل وما نقدرش نصور بالليل، لاننا كنبقاو معطلين فاتحين بالليل. شوف في هذا اللون، هذا هذه اكس ال وفيها فيها الدوبل اكس ال، وكاينين كاينين موديلات اخرين فيهم حتى الكات اكس ال. هذه ما عقلتش من لي طاي اللي في، واش حتى التروا ولا حتى الدو، المهم باديه من اكس ال فيها الدوبل اولا التروا، وغير اكس ال راها عريضه. شوفوا الالوان كاملين غزالين صيفيين توب، ما كيشربش البنات. انا دائما كنتعامل مع شركات اللي ديجا ديما كنتعامل معاهم التوب كيكون صبن اورد. شوفوا على الوينات، الثمن غيكونوا 160 درهم، ما كنجيبش انايا داكشي ديال 100 درهم و120 و80، المهم كل واحد وكيمشي على القدره الشرائيه ديالو، ولكن انا كنفضل حاجه تكون مزيانه واللي غتدوم، ماشي غتلبسيها مره ولا تصبنيها مره صافي وما تبقايش تلبسيها. هادو راه الحمد لله كتاخذ منهم دائما الوالده، يعني دائما القنادر اللي كنجيب كتاخذ منهم الوالده الحمد لله بالنور. يلا ندوزو للموديل الثاني في غرون تاي. شوف شوف غرون تاي، هذا يلبس الربعة اكس ال وكيكونوا طوالين. شوف شحال طويله، يعني انا غتجيني طويله، والطول اللي قصيره كتقدر تنقص منها، بقاش الزواقه كما كتشوفوا يعني ما غاديش تخسر الا نقصنا منها هاد الزواقه وحده. الاهم هو التوب، كاليتي زوينه، كميمات، موديل انيق، فيها هاد الصديفات هادو هنايا، فيها هاد اللون هذا وفيها هاد اللون، هذا خضيضر ان فيغ او. وفيها هذا الغوز، هذا كميمات، كميمات هكا كيجيو شويش مخبوطين، ولكن راه فيهم الهومه، يعني حتى اللي كيبغي يهزهم باش يتغدى راهم كيتهزو عراضين، وفيهم هنا البليات. موديل اخر حتى هو كيجي غروند تاي، شوفوا الثوب ديالو كيفاش عامل، حتى هو كيجي هكا بصديفات كاملين البنات، الثوب كاليتي د الثوب،
كيجي هكا داير الكون داير. شوف غراضين وطوال فيها هذا اللون هذا وفيها البيج وفيها هذا البيج هذا دائما نفس الثمن 160 درهم ما حتىش نقول لكم البنات على الثوب نبقى نشكر فيه الثوب شارك الراسو الثوب صبن ورد هذا موديل اخر اللي فيه لي تاي هذا فيه لي تاي كيبدا من اكس ال في اكس ال في دوبل هذا عاود كيجي بالديك التقطيعه من التحت كيجي هذا شويه يعني شويه سنتري من هنا ماشي عريض بزاف ولكن على حسب الطاية هذه اكس ال وكيجي حسن من هنايا بهاد الفريكيرات شفتوا هنا راه فيه العرض هنايا والتحت التحت كيجي بهاد التقطيعه هكا شفتوا كيجي بحال كسيوة هذه قندورة على شكل كسيوة فيها هاد اللون هذا دائما تسوب ما بين الخيط والكريب يعني تسوب صبن ورد فيها هاد اللون هذا بلو مارين شوف التقطيعة من تحت وفيها هاد الفيغ او اللي جاي الزيتي هذا فيغ او فيغ او مغلوق كاين هادو حتى همايا هادو الكمام ديالهم كيجيو 3 كار كيجيو هكا فلوري وكيجيو ايفازي من التحت كيجي الكول ديال تا هما الثوب رائع الكول هكا شويه في بهاد لاصو هذا هاد البابيون وفيها هنايا هكا البليات باش كتعطينا العرض شي من التحت هكا وكتعرف كتجي حتى هي في الفصاله زوينه هذه ايفازي من التحت فيها هذا اللون هذا فيها هذا الموطاغ كان فيها البلو مارين هذا ها والله فات الكحل فيها هذا الموطاغ هذا وفيها النوار وفيها النوار شوف كتجي ايفازي من التحت الصالة ديالها غادا وكتعرض من التحت وكاين هاد الموديل تقريبا بحالها في الصالة مبدل في الزواقة ديال التوب دائما نفس التوب هادو كيجيو 3 كار في الكمام والتوب لاكاليتي لاكاليتي في التوب جودة رائعة ديال التوب اللي ما تحشمنيش معاكم فيها هذا اللون هذا وفيها هذا اللون فيها هذه من ال حتى لدوبل اكس ال فال اكس ال دوبل هذه غير لاطاي ال وفيها هذا اللون هذا فيها هذا اللون هذا كاملين زواقات لي غافيني شي حاجه اللي مزيونه والثوب لا كاليتي ديال الثوب شي حاجه اللي كتكون ما ضيعاش في السوق ماشي كلشي ماشي داكشي اللي يعني اللي ريكلام كلشي لابسو يعني الا بغيتي تلبسي شي حاجه في العيد شي حاجه هكا انيقه ملي تسالي الشغيول ديالك اولا في الصباح في الفطور شي حاجه اللي مزيونه وكاينين هاد القنيضرات هادو اللي كيجيو هكا هكا خطو النساء من هاد الكمام شتو كيفاش كيجيو مفرفرين فحال هكا هادو ديال تكوني كتشقاي فيهم كيجيو مزيونين وهادو ميديم يعني ماشي مجرجرين في الارض كيجيو لحد في القد مزيونين هادي لاطاي اكس ال فيهم الالوان والاشكال شتوهم فيهم هكا هاد الفريفرات من التحت
كيجيو مزيونين في اللبسه نهار العيد وحتى في الايام العاديه. علاش لا؟ حنا هنا راه كياخذوهم في الصيف كيخرجوا بيهم كيقول لك كيجيوهم خفافين. كيجي هكا الكول فين هاد فيه هكا هاد الخدمه بحال هكا كيجيو مزيونين والثوب مبرد. البنات هاد الثوب هادو عاملين 110 درهم. كاين هذاك اللون كاين هادي كل وحده كل زواقه راه فيها ال اكس ال وفيها الدوبل. هادو اللي كنوريكم انا غير الاكس ال وفيهم الدوبل. يعني نتوما كتشوفوا شتو كيفاش كيجيو من هنا من الكميمات. كاين الاكس ال وكاين الدوبل كاين هاد اللون هذا. نتوما كتختاروا الزواقه وتقولوا لينا لا طاي اللي بغيتوا يا اكس ال يا دوبل. شوف من تحت كيفاش كيجيو هكا بالكريكريت. كاين بزاف الزواقات فيهم. كاينة هادي الزريرق شتو نقرب ليكم باش تشوفوا الزواقة كيفاش عاملة. كاينة هادي الوان ديالها كاملين الوان ديالهم كاملين مزيونين صيفيين كلهم فيهم هاد الفرافر لتحت. شتو هكايا شتو من تحت كيفاش كتجي كاملين بحال هكا. كاين هاد اللون هذا شتو كيفاش كتجي من تحت 810 درهم. كاين هادي كاين هاد اللون هذا عاود كاين هاد اللوين هذا الوان كاملين كيحمقوا كاملين مزيونين وكتجي في اللبسه زوينه خفيفه. كتجي في اللبسه خفيفه. كاين هادي كيما قلت لكم لي طاي فيهم جوج ديال لي طاي اكس ال والدوبل. فيهم جوج ديال لي طاي اكس ال والدوبل. هادي اللي كنوريكم كاملين اكس ال. اكس ال والدوبل كاملين كيجيو هكا باش تقاطع هكا لتحت. يلا دابا غادي ندوزو ان شاء الله البيجامه دو بياس. قبل ما نبدا لكم بيجاما دو بياس بغيت نوريكم هادو اللي كيجيو تحت القنادر تحت الجلالب تحت القباط تحت كلشي اولا كتلبسوهم غير بحال هكا في الدار. هادو ديال القطن البنات. شوف كيجي الشبكه من اللور الشبكه. شوف هاد الموديل فيه الشبكه هكا من اللور وكاين اللي فيه الشبكه من القدام غادي نوريه لكم. شفتوا كيجي هكا كيجي معاه الفونتاكوه ديالو كيجي معاه الفونتاكوه ديالو حتى هو قطن حتى هو فيه شبيكه هنايا في الجنين. وعندنا بالسروال كاينين بالسروال والفوقاني يعني بودي بهذا بالكم. شفتوا الشبيكه كيفاش كتجي. هذا البنات دايرين ليهم 120 درهم. شوفوا راه كيتيراو يعني كياخذوا لا فورم ديال السيده. قلت لكم كاين هذا اللي بالشبيكه من اللور. شوف الشبيكه ديالو كيفاش فنه وطويلين يعني كيتخشى مع ماشي هذاك اللي غير تهزي يدك غادي يطلع. كاين في هذا اللون هذا كاين في النوار كاين في الكحل. شفتوا راهي الشبكه كاين في الكري كاين في الكري وكاين في البيج 120 درهم. كاين واحد الموديل بحالو
ولكن الشبكه كاين كتجي مقبله وهذا شتو عاود الشبكه مختلفه حتى هو البونتاكور ديالو فيه شبيكه من الجنب شتو ثم لكم الاختيار كاينه هاد الشبكه وكاينه الشبكه الاخرى فيه الابيض حتى هو نفس الثمن 120 فيه الابيض هذا واش ما فيهش الكحل فيه الكحل وقيله كرة بعد فيه البيج وفيه الرماد وفيه الرماد 120 درهم تبدل القطن هذا البنات شي حاجه اللي غزاله هذو ممكن تنعسي بهم يعني عندهم عده استعمالات فيها البنات الكحل ها هما كيف يجيو ميد ان تركيش ديال تركيا شي حاجه مزيونه هذا البنات هما هذو اللي وريتكم دابا فيه حتى الكحل هذا يتباع وما تعلقش شتو ها هو الكحل ديالو مية وعشرين درهم بالبونتاكو ديالو قطيطن بونتاكو راه كيجي تحت الركبة واللي بغات بالكم راه كاين اللي بغات السواد اللي بغات بحال هادو بالكم شتو والكولون الطويل راه كاينين تما فيهم الالوان فيه الكحل البيج الكري الابيض السومو الكحل مبقاش هادو اللي طوال دايرين 130 درهم هادوك اللي طوال دايرين 130 درهم ودابا ان شاء الله غادي ندوزو البيجاما دو بياس ديال الخيط شي حاجه اللي بارده الثوب ديال الخيط كيجيو انيقين في اللبسه بيجاما عصريه شوف كيفاش كيجيو هادو راه بيجاما تاع البنات سريويل السروال كيجي عريض هانتوما ها كيفاش كتجي وفيهم الالوان الصيفيه شوف لو او ديالها راه كاش باصه لو او ديالها كاش باصه ها السروال وهاد البيجاما الفوقانيه كيجيو بحال هكا على هاد الشكل كتجي كول شوميز نصكم توب خيط بارد هذه راه غير الطاي ال هذه لا طاي ال البنات هانتوما الثوب دائما ثوب لا كاليتي ديال الثوب شوفهم كتجي على هذا الشكل هذا كاش باسته هانتوما شوفوا شحال طويله وعاد السروال ديالها كيجي عريض السروال ديالها هانتوما راه كيجي عريض هذا البنات راه تقدروا تخرجوا بها بيجاما صالحه للدار وللزنقه شوف كتجي من التحت طويله فيها هاد لابوند هادي هكا منها فيها كيجيو مزيونين شوفوا الثوب كيفاش داير الخيط شي حاجه غزاله الخيط لا كاليتي اللي ديجا مصبن يعني كيكونوا ما كيشربوش هادو البنات الثمن ديالهم 160 درهم كاين هذاك اللون وكاين هذا اللون هذا المهم نقرب لكم دابا باش تشوفوا الالوان شفتوا الزواقه شحال زوينه السراول كيكونوا عراض من التحت ماشي عراض بزاف كيجيو ضروا كاين هذا اللون هذا خضيضه نقربها لكم باش حتى بغيتو تسكرينيو كتكون لكم واضحه فيها هاد اللون هذا هادو تبردوا بهم خفافين مستورين لانهم كاش باسان وعراضين يعني ما كيجيبوش لك الخنقه واخا يكون الصعب شفتوهم ثوب مبرد كيجيو رائعين في اللبسه وكاين هاد الموديل هذا نفس الفصاله البنات نفس الفصاله
هذا ما فيهش الباندا من تحت كيجي هكا مطلق، يعني ما فيهش ديك التقطيعه، ما راه ما فيهمش الباندا، غير هذا الموديل اللي قبل فيه واحد التقطيعه هنايا، فيه خياطه هنايا، هذا ما فيهش. انا غنوري لكم مفتوح، هذا هو السروال كيجي بالجويبات، هذا لون اخر ديالهم بهذا الخضر، شفتوه بالجويبات. ممكن تستغلوا السروال الا ما بغيتوش تلبسوها كامله، تستغلوا السروال مع شي حاجه اخرى وتخرجوا به، كتجي بحال الانصومبل. هذه بيجاما انصومبل، شوفوا السروال ديالها، وهذا لو او ديالها حتى هي كاش باسان. هذا كيجي اللور ديالها طويل على القدام، مهم كاملين كاش باسان و اوفر سايز من الفوق. هادو البنات بيجامات اوفر سايز من الفوق، كيجيو مفخخين ومزاونين في اللبسه. اذا فيها هاد اللون هذا خضيضر، فيها هاد الزرق، هاد البلو، هذا بلو سيال مع البلو روا، وفيها هاد اللون هذا، فيها هاد اللون هذا، شفتو؟ دائما في نفس لاكوب، الخيط من الفوق ومن تحت، الخيط في السروال وفي لو او. السروال كيجي لارج، فيهم لي طاي من الام حتى لدوبل اكس ال، الا واحد الموديل اللي فيه لي طاي غير من الام، مفيهش من الام حتى الاكس ال، ولكن اغلبيتهم فيهم من الام حتى لدوبل اكس ال. هذا عاود موديل اخر كيجي بحال هكا، الكول ماشي شوميز، الكول هكا عادي، شفتوه الكول ماشي شوميز كاملين. شوفوا راه اوفر سايز، كيجيو مزيانين في اللبسه، طايحين مستورين. شوفوا السريوين، كتلبسيها في الدار مرتاحه وخفيفه، فيها هذاك اللون اللي دوزت لكم، وفيها هاد اللون هذا، هذا ستان بلو داخل فيه هذاك الاورانج والبلو مارين، وكاين هاد هاد اللوين هذا. وكاين موديل اخر فيه غير جوج الالوان، يعني في البيجامه فيها داخلين فيها غير جوج الالوان. هذا الموديل هذا حتى هو لي رائع، دائما نفس لاكاليتي ديال الخيط، شفتوا؟ ضيفات طوالين كاش باسان و سروال عرض، لي طاي من ام حتى لدوبل اكس. شوفوا لا شوميز تاني مهابطه، لو او ديال البيجامه تاني مهابط، يعني كاش باسان. فيها هاد لا كولور هادي لو فيغ، فيها هاد لو فيغ هذا، الزواقه سامبل، فيها لو نواغ بلون نواغ كاملين فيهم البلون، وهذوك لي موتيف بالالوان، يعني كاين لاخر بالخضر، هذا بالنواغ. شوفوا، وكاين هذا بالزرق، نفس ثمن البنات 160 درهم. اللي عجبتها شي حاجه تسكريني وتصيفط لينا. موديل اخر عاود ديال الخيط، هذا عاود كيجي سروال عريض اللي خارجين طوندونس هاد العام. السروال كيجي عريض بزاف، شوفوا راه عريض السروال، عريض على دوك اللي دوزنا، كتجي هادي فلوري حتى هي، كتجي اوفر كاش باسان، الكول سامبل هكا داير، ماشي شوميز، شتو كيفاش كتجي. والسروال كيجي عريض، السروال كيجي عريض، ولكن كتجي في اللبسه فنه، شتو السروال كيجي من التحت عريض، وفيه الجويبات شي حاجه اللي مزيونه عليه، كيجي في اللبسه رائع. شوف شوفوا على العرض، هذه راه غير طايش من طايش.
اصلا هذه الطاي كبيره، هذه طاي دوبل اكس ال، هذا اللون بقات فيه غير دوبل اكس ال، تشالش مع القينه. شوف شوف هذا راه يتلبس حتى ل 3 اكس ال. شوفوا السروال وشوفوه من التحت شحال عريض، فيهم الالوان كيحمقوا هذا الموضي. شوف كاين هذا اللون هذا، دائما نفس الثمن 160 درهم، فيها هذا اللون هذا بالموف. لي طاي نورمالمون من الام دوبل اكس ال، وفيها هذا اللون هذا فيغ او، وفي هذاك الزريرق والاجوري شويه تصفيفر. مهم فيها لي كولور. كاين واحد الموديل اللي كيبغيو بزاف الاخوات، برون طاي، فيه من اكس ال حتى ل 3 اكس ال. شوف وهذه غير اكس ال، هذه اكس ال كتلبس دوبل. شوفوا شحال عريض وطويل، هذا بالسروال ولكن الفوق طويل، كيجي جابادور يعني حتى للركبه. الفوق خيط، داكشي علاش عاملينو عريض، فوق خيط شفتو، وبالكميمات فوق خيط. هادو الاخوات اللي كيبغيو مثلا غاديين عند العائله ولا شي حاجه وكتبغي تلبس شي حاجه اللي فريمون طويله، اولا الوالده ولا يعني الناس عاود اللي كبار. هذا في الحقيقه موديل يمشي للكبار والشباب لانه انيق و ميم طون طويل. شفتو حتى للركبه، هذا جابادور ماشي كاش بارسان، هذا جابادور. والسروال ديالو قطن، السروال ديالو قطن كثيره. شفتو هذه غير اكس ال، فيه حتى ل 3 اكس ال، كيجي من تحت دروا. فيها هذاك اللون، فيها اللي بالسروال الشويبي داخل فيها هنا الفوق الشيبي، وكاينة اللي بالسومو وداخل السروال بالسومو، وهنايا لداخل الفوق عفوا فيه السومو. دائما نفس الثمن 160 درهم. وكاين الموديل في هاد البيجامات اللي جاو جداد بالكم، يعني حتى هو يا السروال ديال الخيط والفوقاني ديال الخيط، ولكن هو كم، يعني الاخوات اللي كيبغيو بيجاما كم. شفتوا هذا راه كم كيجي هكا مطلق. انا قلت لكم هاد البيجامات يعني شي حاجه اللي انيقه، ماشي بيجامات عاديين ديال الشغل لا، هادي تتسالو الشغيول ديالكم وتلبسيها في الدار كتفرحي براسك. جاي عندك شي واحد غدا عند شي حد، شفتوا بيجامات اللي انيقين. هادي راه غير لا تاي ام، هادو كيتلبسو كيما قلت لكم اوفر سايز. انا راه كنت خديت منهم داك العام، عندي جبيجات طويله الا مرتاحين في اللبسه ما كتحسيش براسك في الدار انك لابسه بيجاما. وهذا هو السروال، دائما 160 درهم، توب ديال الخيط، توب ديال الخيط، شي حاجه مزيونه، خيط الممتاز بالجويبات، 160 درهم. فيها هذا اللون هذا، وفيها هذا اللون هذا، فيها هذا اللونين هذا. لي طاي من ام حتى دوبل اكس ال. بالنسبه للبنات اللي بونتاكور بوحدهم، عندنا هادو ديال القطن، هادو كيجيو حتى للركبه، هادو 60 درهم، كاين في الكرونه وفيهم الشبيكه في الجنب، كاين في البيج. شفتو هادو راه قطن البنات، قطن ديال تركيا. هادو شفتوهم كيجيو هكا، كيجيو مزيونين هادو في البيسه تحت الكساوي. كاين بلو مارين، كاين الزرق، وكاين هاد اللون هذا، كاين فيه الكحال، وكاين فيه الكري، هالكري هذا حتى هو بلو مارين، معرفتش باقي الكحال ولا لا، بلو مارين. وكاين هاد الكرونه هذا، وكاين الطوال ديالهم انا نوريه. وهادو الطوال كاين فيهم اللي سامبل من التحت، وكاين فيهم اللي فيه ديك دونتيل، حتى هما نفس الثمن. ولكن البنات كنأكد ان هادو قطن، كاين الابيض، كاين البلو مارين، كاين هاد الغوز، كاين البيج،
كاين هادو البنات ديال السبور، شفتوهم هادو ديال السبور، كاين فيه هاد اللون هذا وكاين هذا، هادو دايرين 130 درهم. هادو ديال السبور نرجعو لهادو ديال القطن اللي ب60 درهم، كاين هاد اللون هذا، كاين هاد اللون هذا، وكاين الكري، وكاين الكرونة، الكري والكرونة. كاين البنات هاد البوديات هادو، شفتوهم تاهما شي حاجة كانتي مزيونة، فيهم هاد الدونتيل هكا بالقطن هادو، هادو 80 درهم البنات، 80 درهم. كاين هاد الموديل هذا بهاد الدونتيل بحال هكا، كاين هذا اللي فيه هاد الدونتيل هكا، كيجيو زوينين تحت من شي حاجه، مثلا عندكم شي حاجه فيها الكول محلول بزاف كديروا هادو. كاين هذا كيجي هكا بصديفات وفيه الشبكه اللور، شفتوا الشبكه ديالو كتجي اللور. كاين هذا نفس داك الاولاني في لون اخر، هادو البنات صبن ورد، انا عندي من ديال داك العام واقي لا لابساه، واقي لا لابسه واحد، نشوف شفتوهم ها هما كيجيو غزالين في اللبسه، كيجيو فنين وقطن كيشربوا العرق. كاين هذا في البيض، شوف فيه الشبكه من اللور والدونتيل من اللور، شفتوه كيفاش كيجي، هذا من اللور، لكن القدام كيجي هكا صديفات، كيجي انيق صديفات، تلبسوا هذا حتى تحت شي اونسومبل. كاينين هادو، هادو حتى هما قطن، شي حاجه بكاليتي مزيونه، هذاك اللي فيه صديفات فيه حتى هاد اللون، فيه هاد اللون هذا طوب. كاين هذا، كنهضروا على القطن، اما العاديين راه عندنا دايرين لهم غير 30 درهم، ولكن ماشي قطن، هادو قطن 100%. كاين هذا في الكحل حتى هو بالدونتيل من اللور، وكاين هذا في الرمادي، وكاين حتى البوديات قطن بالكمام، دونيات او لبودي ولا ما عرفتش كتسميوه بالكمام، نفتح لكم شي واحد باش تعرفوني على اش كنهضر. وفيه الالوان حتى هما 60 درهم، كنهضروا دائما على القطن. هاد شفتوهم كيجيو بالكمام طوالين، يعني كيتخشاو مزيان في الحويج. كاين هاد الباج، كاين النوار، كاين هاد اللون هذا باج اخر مغلوق عليه، كاين هاد اللون هذا كامل، كاين كامل، كاين هذا هاد اللون باج فيه بزاف ديال الديكرادي، كاين هاد الاجوري، كاين عاود هاد الكامل هذا مغلوق، وكاين هاد اللون هذا، حتى هما 60 درهم ديال القطن. بالنسبه للبيجامات الحرير نوريكم الموديلات اللي جاوا جداد، كاين هاد الموديل هذا كيجي فيه هكا الدونتيل هنايا لتحت، ملي غادي نفتحها غتفهموني، كيجي هكا سامبل من الفوق، هادو ستان دو سوا، شفتو كيفاش كتجي، هاي فين كيجي هداك الدونتيل كيجي هنا، شفتو معرفتش كيبان ليكم، شفتو ها هو الدونتيل ديالها كيجي هنايا، كتجي مزيونة أنيقة، ها فين كيجي الدونتيل هنايا، شتي ها هاد اللون هذا السروال كيجي
لارج عادي شفتو كيجي عادي دروا فيها لي طاي من الام حتى للدوبل اكس ال فيها هذاك اللون وفيها هذا اللون هذا فيها هذا اللون هذا الطوب شفتو هاد الدونتيل كيفاش كيجي كيجي مزيون الدونتيل ديالها صديفات ثمن 200 درهم كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي سون مونش كيجي هكا بالدونتيل فوق شتو كيفاش كيجي هذا عليكم السلام كيجي بحال هكا بهاد لاصو هنايا كيجيو سون مونش كيجي هنايا كيجي هنايا الدونتيل وهنايا راه كيجي تسوب يعني باش الدونتيل ما كيجيكمش حرش شتو وهذا هو السروال ديالها كيجي حتى هو دروا فيها هذاك اللون هذاك فيها البيض وفيها هذا اللون هذا هنايا لاصو ما رابطينوش فيها هذا اللون هذا دائما الثمن 200 درهم شفتو كتجي انيقه ومزيونه بزاف دائما في الحرير كاين هذه اللي كتجي 5 بياس فيها الشورت فيها الشورت دونتيل من تحت ومعاه هذا شي حاجه كاليتي مزيونه والسروال طبعا السروال كيجي سامبل وكاين هذا طويل وعاد كاين هذا هذا بينوار هادو 270 درهم دائما في الساتان دو سوا كاين هاد الموديل هذا في 3 بياس فيه هذا الصلاه على النبي في هذا والسروال والبينوار هذا هو البينوار عادي حسبي والسريويل كتجي هي مزيونه في اللبسه فيها ابيض فيها هاد الغوز وفيها نيود بيج بيج مغلوق جاي نيود 250 درهم 3 بياس